يعني في هذه اللحظات الحديث وفق النجمة داوود الحمراء أن الحدث وقع في بالقرب من مستوطنة حرميش إلى الشمال من مدينة تلكرم تحديدا بالقرب من بلدة قطين. هنالك مستوطنة أقيمت على أراضي البلدة. الترجيحات الإسرائيلية أن مركبة مسرعة فتحت النيران باتجاه نقطة حرافة على مدخل المستوطنة وأصيب مستوطن بعدة رصاصات في الصدر والكتف ونقل بجراح خطيرة عبر طائرة مروحية استدعيت إلى المكان ويجري تقديم علاجات له في هذه الأثناء. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد على هذه التقارير عن ورود أنباء عن عملية عن إطلاق نار بالقرب من مدخل المستوطنة وأنه تم استدعاء قوات كبيرة إلى المنطقة لإجراء عمليات التمشيط في المكان. العملية جاءت يعني بعد ساعات من انسحاب جيش الاحتلال في عملية واسعة النطاق شهدها مخيم نور شمس شرقي مدينة تلكرم، ولربما يعني أحداث منتظرة لكن تتراكم في ملف التصعيد الميداني في الضفة الغربية. حجم الدمار كان كبير لهذا اليوم في مخيم نور شمس في مدينة تلكرم، ولربما هذا دفع لربما لاستمرار عمليات إطلاق النار. مبكرا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جندي من عناصر الوحدات الخاصة خلال الاشتباكات المسلحة فجر هذا اليوم، وبالتالي نتحدث على أن في مدينة تلكرم منذ ساعات الصباح أصيب جندي برصاص المقاومين خلال اشتباكات في مخيم نور شمس، والآن نتحدث عن إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمال مدينة تلكرم. ربما هذه الفترة تصدر مدينة تلكرم هذا المشهد في التصعيد شمال الضفة الغربية. في هذه اللحظات طبعا الطريق المؤدي إلى مناطق الذي يربط مناطق شمال تلكرم بمناطق جنوب تلكرم أغلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط انتشار عسكري كبير في إطار ملاحقة المركبة التي نفذت عملية إطلاق النار. شكرا جزيلا لك من تلكرم خالد بدير مراسل غد.